السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان الكرام، أصدقائي الأعزاء، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد خاص بالنباتات. هذه مزروعات ديالي، هذه لا الويفيرا، لا الويفيرا حقيقية، لا الويفيرا لا فلوغ ديالها، هذه الوليدات ديالها. اللي بغا الويفيرا يقولها لي نعطيها ليه، ما الويفيرا لا فغي الويفيرا، عرفتوا المعنى فيها الكبيرة ديال الويفيرا. هذه هانتوما كما كتشوفوا الوليدات ديالها، حيدتهم راه كما كتشوفوا هنا، هنا راه كانت الويفيرا كبيرة، كانت لو بو عامر. من بعد اش درت ليه؟ حيدت نقصتو، حيدتو خليت هاد الجويجة هادي. تبارك الله، هانتوما راه العرش ديالها، الأوراق ديالها تبارك الله ما شاء الله. اللي بغى يستعملها راه عندها عدة استعمالات، راه ممكن تدخل ودير في يوتيوب المنافع ديالها وغتعرفها. هانتوما دابا هاد لي بورجون راه بداو كيخرجوا منهم دوطخ الويفيرا، ممكن كدير بحال هكا كتحيد هاد البورجون هذا اللي كاين مثلا، كديرو كترسو في امبو وكيطلع كيولي بحال هكا. وغادي نوريكم واحد الويفيرا اخرى درا بزاف ديال الويفيرات، وحده بدات كتولد حتى ولات دايره بحال هكا. هانتوما هما لي فلوغ ديالها، انت على بروميير فلوغ، ها دوزيام فلوغ راه طاحت، ها تخوازيام فلوغ، كاتخيام فلوغ، ها وحده اخرى هنا، ها وحده اخرى هنا، ها وحده اخرى هنا، ها وحده اخرى هي هي اخرى. عاد غنوريكم واحدة أخرى عاوتاني، تا راه هي هادي، يعني تا هي كان هاد لوبو هدا كان كبير وخليت هادي. تبارك الله، هانتوما كما كتشوفو راه قداش ما شاء الله. هادي بنتها الصغيرة، هادي خرجت منها، هادو لي بورجون راه خرجو منها، هادي زعما سميتو النبتة الصغار ديال الويفيرا، راه خرجو من دوك اللي كنت حيدت بحال هاديك لوبو الأولاني اللي وريتكم. هادي اللي بغيت نسولكم، هادي ممكن انكم تقولوا لي غير سميتها. انا عندي هادي راه تبارك الله كانت صغيره، كانت حتى لهنا في لونتور ديالها، من بعد بدات كتكبر. ايوا هادشي اللي كان، من بعد غنصور لكم الويفيرا اللي عندي في البالكون، سميتو زعما لاكوياف اللي عندي في البالكون. تكمله ديال التصوير ديال النباتات، هادي لا الويفيرا اللي عندي في البالكون، تبارك الله حتى هي راه تاع جدات. من بعد خصني نعاود نوقعها، نحيد هادوك، عندي ديبو هاو معنا كندير فيهم. كنعطاني الحاج حميد، الاخ ديالي كنعطاني هاد الويدات ديال الكاميرا، كاين بقاو في بلايصهم ما ناطوش. هانتوما هما ثلاثة ديال ديبو الصغار، الرابعة ولا هاد الجهة هو تا هو هنا. المهم ما صدقش هذوك النقيلات، ما صدقوش. ها هي لاكوياف اللي عندي هنا في البالكون، لاكوياف هي تبارك الله راه غادا ما شاء الله. فتحياتي لكم جميعا الاخوت، تبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.